السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الفنان الجميل محسن محيي الدين، وهنفتش في أسرار حياته، وهنقول كل حكاياته، وهنتكلم كمان عن قصة الحب الجميلة اللي جمعته ما بين الفنانة نسرين وأسفرت عن جوازهم هما الاتنين. بس كل ما عليك إن أنت تتابع معايا وتكمل الفيديو للنهاية، وما تبخلش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا نبدأ القصة والحكاية. محسن محيي الدين اتولد سنة 1959 في محافظة القاهرة، وبدأ حياته في الفن وهو طفل. كان شغال في التلفزيون في برامج الأطفال وهو عنده 8 سنين بالظبط، وشارك في أفلام كتير. أول ظهوره في السينما في فيلم عيال عيال مع الفنان رشد أباظة، وتاني فيلم كان مع الفنانة فاتن حمامة ومحمود ياسين في فيلم أفواه وأرانب. انطلق من هنا ودخل المعهد الفني للتمثيل قسم إخراج، واكتشفه المخرج الكبير يوسف شاهين ورشحه الأدوار البطولة. وفي سنة 1989 قرر محسن محيي الدين إن هو يخرج فيلم، بس مين هيديه الفرصة وهيخليه يخرج فيلم وهو ممثل لسه صاعد؟ فأنتج الفيلم وأخرجه. الفيلم كان اسمه شباب على كف عفريت. تم إنتاج الفيلم سنة 1989 وتم انتشاره في دور العرض سنة 1990. الفيلم ده كان ليه قصة تانية خالص. هو أخرج الفيلم وأنتجه ووزعه في الدول الخليجية يعني، ويجي هنا يوزعه في مصر. كل شركات التوزيع كانت عايزة ان هو يفشل، ما هو كان هينافسهم. مش كل واحد بجن يطلع من الاخراج ويتعلم اخراج يخرج وينتج فيلم ويجي ينافسنا. هو ده اللي كانوا حاطينه في دماغهم، ولكن سبحانك يا رب، شاء ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينجح نجاح غير عادي. الفيلم طبعا زي ما انتوا عارفين انتاج سنة 1989، وهو قاعد اكتر من سنة. ولما راح الدول الخليجية وعشان يتحط في مصر، مصر كانت داخلة كاس العالم في سنة 90، فكل الشعب المصري هيبقى منتبه بطولة كاس العالم ومش هينتبه للسينمات خالص. فكل الافلام اللي كانت في دور السينما في الوقت ده بتصفي العرض بتاعها. فالموزعين قالوا لمحسن محيي الدين، قدامك حل من الاتنين، يا اما تستنى سنتين يا إما الفيلم يتعرض في الوقت ده. والفيلم لو اتعرض في الوقت ده ما هيحققش أي نجاح ولا هيجيب أي عائد مادي، وهيخسر خسارة كبيرة، وكمان في ناس كانت مساهمة معاه في إنتاج الفيلم. فاحتار وفكر كتير، بس قرر إن هو يصلي ركعتين استخارة، واللي ربنا هيريحه بيه هو هيعمله. فبعد ما صلى الاستخارة حس ان ضميره مرتاح وقلبه مرتاح ان الفيلم يتعرض في الوقت ده، فوافق على عرض الفيلم. اجت المفاجأة ان الفيلم فضل اطول مدة في دور العرض، رغم ان في الفترة دي كانت مصر بتلعب في كاس العالم وكل الافلام اتشالت من دور العرض الا فيلم محسن محيي الدين اللي هو فيلم شباب على كف عفريت. ونجح الفيلم نجاح ساحق وجاب له عائد مادي كويس. بس فكر بعدها محسن محيي الدين عن قرار الاعتزال واللجوء لربنا والعبادة وبس، هو وزوجته الفنانة نسرين. فقرر الاعتزال واعتزل لمدة 23 سنة، وكان على فكرة طالع نجم كبير كان هيكتسح الكل، بس شاءت الأقدار ان هو خد القرار انه يعتزل في عز مجده وفي عز شبابه وفي عز صعوده. بس هو اختار القرار اللي يريحه. وفي سنة 2013 ظهر من جديد الفنان الجميل محسن محيي الدين في فيلم الخطاب الأخير. تعالوا بقى نحكي لكم قصة الفنان محسن محيي الدين مع زوجته الفنانة نسرين وقصة الحب اللي بينهم. هم عملوا مع بعض عدة أدوار وأعمال اشتركوا فيها في السينما والتلفزيون،
وهو كان بيحبها من صغر سنه. هو كان بيقول انا كنت بحبها من غير هي ما تعرف، وكان في علاقة ما بيننا وبين بعض، واهلي كانوا بيحبوها جدا. بس جت فترة وسافرنا لفرنسا، بعدت عن الفن وبعدت عن اخبارها ومعرفتش اتواصل معاها. ولما رجعنا من فرنسا شاركت معايا اعمال تانية، وكانت وصية ابويا ان انا اتجوز نسرين لانه كان بيحبها جدا، واتجوزت نسرين وانجب منها طفلين، بنت وولد، هما منار وعمر. تيجي كده تدور على قصة الفنان محسن محي الدين، تحس ان هو كان صاعد وهيبقى نجم يكتسح الكل، بس قرار الاعتزال خده لما استخار ربنا سبحانه وتعالى عن عرض الفيلم يعرضه ولا ما يعرضوش. فهو في الوقت ده خاف ان هو يستمر في المجال ويخاطر، وهو حس ان ربنا سبحانه وتعالى اداله بشرة ان هو يعتزل ويتجه لاتجاه تاني خالص، مع ان الفيلم كان جميل جدا وقصته كانت قصة جميلة. قصة الفيلم يا جماعة اللي هو شباب على كف عفريت، بتحكي ان في واحد موسيقار ومش قادر يأكل عياله، وله ولدين وبنت، فمراته ماتت وهو شال الحمل لوحده، فما قدرش ان هو يستمر ان هو يعيل عياله ويأكلهم ويشربهم، فقرر ان هو يبيع 2 منهم. يبيع مين؟ يبيع محسن واخته، كانوا ولدين وبنت في قصة الفيلم. والفيلم كان بجد انا سمعته، ما قلتش احكي عن قصة محي الدين الا ما اسمع الفيلم. سمعت الفيلم لقيته بجد فيلم كان يستاهل ان هو ينجح. اكمل لكم الحكاية. فالمهم ان هو باع ولد وبنت لناس اغنية ان هم يربوا عياله، لانه هو ما عادش قادر ان هو يربيهم ويأكلهم ويشربهم. فهو بعد ما باعهم وطلع مشي، راح لابنه الكبير اللي اسمه علي، لقاه نايم. فعلي سأله فين اخواتي يابا، ما قدرش يرد عليه، فوجع من على السلم مات. اصبح علي لوحده واخواته الاتنين بيدور عليهم مش يلاقيهم، لكن في واحد كان جاي بدور محمد رضا خد علي ورباه. علي في الفيلم ده كان هو محمد منير، وطلع علي وكبر وكان بيغني في الكبرهات، فحب واحده وحبته واقترحت عليه ان هو يعمل شريط ويظهر موهبته للناس، وبالفعل سمع كلامها وكلام الراجل اللي رباه بعد ابوه وعمل شريط، وفي الاخر عرف اخته واخوه. الغريبة بقى في الفيلم ده ان محسن محي الدين في الفيلم ده حب اخته من غير ما يعرفها ان هي اخته، وكانوا هيتجوزوا لولا تدخل اهلهم ولانهم عارفين ان هم اخوات وجايبينهم منين اللي هم ربوهم، ودخول علي في الدور واكتشف ان هم اخواته ورجعوا لبعض بعد رحلة معاناة، وبعد ما علي دور كتير على اخواته، وكان شغله الشاغل في الفيلم ان هو يعطر في اخواته اللي اتفرجوا عن بعض في طفولتهم. محسن محي الدين مخرج وممثل من طراز كبير، من وجهة نظري يعني خسارة كبيرة فترة الاعتزال بتاعته اللي دامت 23 سنة، كان قادر يقدم لنا اعمال جميلة زي اللي قدمها لنا قبل كده. كان موضوعنا النهاردة عن الفنان الجميل محسن محي الدين وقصة زواجه من الفنانة نسرين وقصة الفيلم اللي هو أخرجه وأنتجه والكل كان اتحدى فيه. لو عجبتك القصة والحكاية ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل ما هو جديد ومفيد. أشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.